واحد بيقول ما معنى صرنا أطهارا بروحه القدوس؟ الروح القدس يطهرنا باشتراك إرادتنا معه، وليس تطهيرا بدون إرادتنا. الله لا يرغمنا على الخير، ولذلك نحن نتكلم باستمرار عن شركة الروح القدس كما وردت في آخر آية من كورنثوس الثانية، وزي ما بنقولها في البركة بتاعت كل اجتماع: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس. فنصير أطهارا بروح القدس لأن الروح القدس يعمل فينا، يطهرنا من كل خطية، يبكتنا على خطية إلى آخره.